متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. الأجواء تكون إجمالا مستقرة في عموم المناطق عدا المناطق الشمالية من المملكة، منطقة الحدود الشمالية، الجوف والمناطق المتاخمة للحدود الأردنية، يتوقع أن تنشط عليها سرعة الرياح بشكل كبير، مما يؤدي إلى حدوث موجات غبارية كثيفة تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت، وتصل في وقت لاحق من نهار هذا اليوم إلى أجزاء من رفحاء وحفر الباطن وبعض المناطق القريبة من شمال منطقة حائل. أما في العاصمة الرياض فالأجواء اليوم مستقرة لكنها حارة نسبيا، درجة حرارة 32 درجة مئوية في ساعات النهار، تظهر بعض السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار هذا اليوم والصغرى للقادمة نبدأها شمالا من إسكاكا 32-15 مع الطقس مغبر، عرعر 31-15 مع الطقس مغبر، وتبوك من 32-17 مع ظهور لبعض الغيوم. أجواء حارة في مكة المكرمة 38 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 24، في جدة من 32-26، وفي المدينة المنورة من 35-22، وفي الطائف من 29-19 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية في جازان 32-25، في أبها 25-14، وفي الباحة من 23-14 درجة مئوية. في المنطقة الشرقية في الإحساء 34-23، في الدمام من 29-20، وفي حفر الباطن من 34-20 مع أجواء أيضا مغبرة. في المنطقة الوسطى في العاصمة الرياض 32-23، في بريدة من 35-20، وفي حائل من 32-18 درجة مئوية. عواصف ترابية ورملية متوقعة خلال اليومين القادمين، ذلك كان تم توضيحه في نشرة جوية خاصة تم بثها يوم أمس، يمكنكم العودة إليها لأخذ آخر التفاصيل حول الحالة الجوية المتوقعة تستوجب بعضا من التحذيرات. لا تنسوا تحميل تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.